كنشهدوا واحد ندوه دوليه جد مهمه، ندوه دوليه اللي كتعرف المشاركه ديال واحد التوله من الباحثين والاكاديميين والمثقفين اللي جاونا من المغرب طبعا ومن الدول العربيه الشقيقه ومن جمهوريه الصين الشعبيه. الهدف ديال الندوه هو تسليط الضوء على عمق العلاقات اللي كتجمع الصين بالدول العربية، وخصوصا عمق العلاقات اللي كتجمع بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية. كما كتعرفوا هذه العلاقات جد متجذرة عبر التاريخ، وكان المغرب ثاني دولة إفريقية اللي كتعترف بجمهورية الصين الشعبية في نوفمبر 1965. منذ ذاك الحين عرفت العلاقات الاقتصادية السياسية الدبلوماسية الاجتماعية الثقافية الأكاديمية واحد التطور مهم، والتطور زاد أهمية ديالو منذ الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في 2016، الزيارة لجمهورية الصين الشعبية. نقدر نقول لكم بأن من 2016 إلى حدود 2021-2023 الحجم ديال التبادلات التجارية والاقتصادية ما بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية طلع بواحد 50 إلى 60%، زنا من واحد حجم التبادلات ديال 4 مليار ديال الدولار لكثر من 6 مليار ديال الدولار. وهاد العلاقات كتزاد تطور عبر السنوات. مؤخرا وانا سيليبغي الذكرى 65 ديال هاد العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية. والهدف حقيقة من الندوة ديال اليوم هو الرجوع لعمق هذه العلاقات كما قلنا، وخصوصا النظرة المستقبلية، اشنو بغينا في المستقبل وكيفاش نزيدوا نكبروا من هذه العلاقات، خصوصا جانبها اللي كيهمنا حنا وجانبها الاكاديمي وجانبها العلمي. كما كتعرفوا جامعه من الخميس بالرباط وكليه الحقوق بيسالا عندها شراكات مع مجموعه من الجامعات الصينيه. الهدف هو نرفعوا من الموبيليتي من تبادل الطلابي بين الدولتين، ونرفعوا من تبادل ما بين الباحثين ديالنا والباحثين الصينيين، وخصوصا نرفعوا من الدبلومات المزدوجة لدول دبلوم ما بين الجامعة ديالنا والجامعات الصينية، وكأيضا نرفعوا من النسبة ديال الإنتاجات العلمية المشتركة اللي كتجمع يعني طلبة ديالنا في سيكل الدكتوراه الأساتذة الباحثين ديالنا ونظرهم في الجامعات الصينية. كما قلنا باش نرفعوا من الجودة ديال هذه العلاقات، الجودة ديالها في شقها الأكاديمي وشقها العلمي. Les deux universités chinoises en partenariat avec l'université Mohamed V, plus précisément la faculté de droit et d'économie et des sciences sociales, organise un colloque international sur les chances et l'apprentissage mutuel des civilisations entre la Chine et des pays arabes. Ceci a comme objectif de renforcer la compréhension entre nos trois parties. Bon, ceci pour donner de nouvelles idées ou bien proposer de nouvelles pistes de réflexion pour porter un niveau plus élevé entre les trois parties. Moi, je pense que les relations entre la Chine et les pays arabes, les relations entre la Chine et le Maroc se trouvent au meilleur moment de l'histoire. Évidemment, nous avons besoin aussi du concours intellectuel des chercheurs pour épauler, pour soutenir une nouvelle dynamique enclenchée dans nos relations des trois parties. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.